السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لعشاق مشاهدة مباراة كأس الأمم الإفريقية 2024 بالمجان. معانا إن شاء الله النهاردة قناتين حصريتين إن شاء الله حتذيع وحتبث مباراة كأس الأمم الإفريقية 2024، وهي على الأقمار التالية: على القمر بدر 26 قناة RTI اللي هي بالتردد بتاعها هيكون 11995، على معدل الترميز 27500 افقي، طبعا زي ما قلنا RTI. وفي القمر الثاني على قمر يوتلسات اللي هي قناة برضك RTI 1 على التردد 11900، معدل الترميز 27500 افقي. وان شاء الله دول قناتين افريقيتين هتبث جميع المباريات ان شاء الله باذن الله تستمتعوا بيها. وان شاء الله زي ما انتم عارفين طبعا القناه الجزائريه الارضيه زي حوالي 17 مباراه، من ضمنهم مباريات المنتخب المصري، وان شاء الله بالتوفيق للمنتخب المصري. بس للاسف ان هو عمل ماتش مش ولا بد، اول ماتش ان شاء الله يكون موفق في المباراه اللي جايه ويغلب إن شاء باذن الله. دعواتكم، ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم منا كل جديد، مشاهده ان شاء الله كويسه، وانتظرونا ان شاء الله في اخبار حصريه جديده. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. القناه RTI تردد 11995، معادلة ترميز 27500 افقي. القناة الثانية هتبقى قناة RTI 1 على القمر يوتلسات، معدل التردد 11900 على معدل الترميز 27500 افقي بالتوفيق ان شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع السلامه.